السؤال ده بيقول لي at which stage في انهم مرحلة من الاربعة دول in the manufacture of magnesium هو بيعمل magnesium from sea water كان electrolysis be used انه مرحلة بستخدم فيها electrolysis. طيب المرحلة الاولى اللي هي stage A دي بيجيب السي water وبيطلع منه solid magnesium hydroxide. طيب انا طلعت solid من mixture of sea water, ازاي انا بفصل solid من mixture from a mixture زي sea water مثلا, احنا واخدين الكلام ده في chapter 2 بعمله بالfiltration, يبقى البروسيس هنا اكيد filtration اكيد مش electrolysis, يبقى انا مش هختار ايه. طيب المرحلة اللي بعدها جاب solid magnesium hydroxide ده وحوله لsolid magnesium chloride. طب ازاي بيحول المغنيسيوم هيدروكسيد للمغنيسيوم كلورايد؟ هل بيستخدم الكتروليسيس عشان يحول المغنيسيوم هيدروكسيد لمغنيسيوم كلورايد؟ لا, برضو ده رياكشن معين يكون ممكن يكون اخذ المغنيسيوم هيدروكسيد وعمل له رياكشن مع كلورين او حاجه عشان يطلع مغنيسيوم كلورايد, لكن هو مش الكتروليسيس. ثالث واحده جاب السوليد مغنيسيوم كلورايد ده وحوله لمولتن مغنيسيوم كلورايد, يعني من سوليد لليكويد. هي البروسيس بتاع تحويل السوليد لليكويد اسمها ايه؟ اسمها ميلتنج, يعني مش الكتروليسيس. هنا هتبقى البروسيس ميلتنج, يبقى ستيج سي ميلتنج. طيب ستيج دي جاب المغنيسيوم كلورايد ده وحوله لمغنيسيوم ميتال, ازاي عملها دي؟ جاب المغنيسيوم كلورايد عمل له الكتروليسيس, هو طبعا ليكويد يعني فيه فري ايونز, فالمغنيسيوم كانت ايونيك وهتروح الكاثود هتاخد 2 الكترونز من الكاثود وتتحول لمغنيسيوم ميتال, فده طبعا مش هيحصل الا بالالكتروليسيس, يبقى الاجابه هنا دي.